احنا شو نسوي ابو حمد؟ احنا بعد ما جانا التبرع وصلنا التبرع، الموظف الان خمس دقائق يغذي بطاقات الاسر اللي شلون شرحتها، البطاقات هذه يكتب لهم انه وصلكم دفايه، استلموها من محل اجزاء. يعني هم اللي يروحون بالبطاقه يستلمون الدفايه، يطق البطاقه عندهم الكترونيه، والبطاقه يطق البطاقه ترى يطلع. الان يتم التعميد يا ابو الان يتم التعميد بعد ما وصلنا التبرع. الان الموظف يوجه بشكل الكتروني، يوجه رساله الكترونيه للاسر ويعمدهم لكل اسره دفايه. يا سلام، يمكن ما تاخذ، والله ما تاخذ يعني في دقائق على طول يتم التعميد والاسره تروح تستلم الاحتياج على طول. ما شاء الله تبارك الله. كذا الان تمت الطريقه. عبد الله ادخل على الرسائل لهند. الان ادخل على الرسائل، يرسل رساله للاسر، لجميع الاسر. الان بتشوف الرساله. الآن بتشوف رسالة لجميع الأسر. سوينا إرسال لجميع الأسر اللي راح يصلهم رسالة إن شاء الله لاستلام التبرع. هذه الرسالة وصلتهم طبعاً. شوف الساعة 7:56 تم شحن بطاقة منافذ بجهاز دفاية، يمكنكم استلام من محل ألوان الأجهزة الكهربائية. طبعاً هذا التوضيح، هذا جوائز الجمعية. نعم. حاطين فيه نسخة لكل رسالة علشان إذا كان في خطأ أو شيء نتأكد من وصول الرسائل. يا سلام، الآن الرسالة هذه وصلت لجميع الأسر على طول، والآن يمديهم يستلمون الدفاية. الله يجزاكم العافية على الجيه الطيبة. الله يطول عمرك. هذا فضل أهل الخير مو فضل. الحمد لله.